لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا الحديث حديث حسن، أخرجه الحاكم في مستدركه، وحسنه الألباني رحمه الله في الصحيحة. يخبرنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإيمان في القلب يبلى كما يبلى الثوب، لا يستمر على هيئة واحدة، لا يستمر على هيئة واحدة، كما نرى الثوب يكون جديدا ثم بطول الاستعمال وكثرة الاستعمال يبلى. كذلكم الإيمان في القلب، الإيمان في القلب يزيد وينقص. الإيمان أي التصديق بالله ربا وإلها، والتصديق بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والغفلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم. المقصود بالجوف هنا القلب، كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أن يجعله جديدا كما كان أول مرة. الإيمان في القلب يزيد وينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث أن القلب يتقلب، وأن الإيمان فيه لا يستمر على حالة واحدة، إنما يزيد وينقص، يقوى ويضعف، مما يدل على أهمية إصلاح القلب، وأننا نهتم بقلوبنا. فما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، والقلوب بين الإصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا هو القص الأول والسبب الأول في صلاح القلب وثباته وزيادة إيمانه، دعاء الله عز وجل. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبهم، في قلوبكم. فندعو الله عز وجل ونلح عليه سبحانه وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يجعله جديدا، أن يجعله جديدا وفي زيادة. كما أن هناك أسبابا أخرى كثيرة تزيد تصديق القلب وتزيد الإيمان، فالإيمان قول وعمل كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. فبالإضافة إلى الدعاء، الصلاة، الاهتمام بالصلاة، أداء النوافل بعد الفرائض
لذلك يحبك الله، وإذا أحبك الله جعل لك ودا، جعل لك محبة في قلوب الخلق، يحبك أهل السماء ويوضع لك القبول في الأرض. كذلك أيضا كثرة ذكر الله، اللهج بذكره على الدوام على أي حال، تذكر ربك سبحانه، فإن ذكر الله من أسباب الثبات. تذكر ربك سبحانه، تكبره وتهلله وتسبحه وتحمده سبحانه وتعالى، فهذا مما يزيد الإيمان في القلب ويثبت القلب على الدين. كذلكم أيضا مشاهدة نعم الله وبره سبحانه وتعالى، فنعمه علينا ظاهرة وباطنة، ومن الذكر ذكر النعم. عدد على نفسك ذكر، عدد على نفسك نعم ربك عز وجل، تجد نفسك تحب الله وتشكره وتعبده سبحانه وتعالى. فانظر لنعم الله عليك، انظر لنعمة البصر تشاهد بها جمال خلق الله، تشاهد بها ولدك، تشاهد بها زوجتك، نعمة عظيمة الذي أعطاك إياه هو رب العالمين، فتجد نفسك تحب ربك الذي أنعم عليك بهذه النعمة، وتزداد له شكرا فيزداد الإيمان في القلب. كذلك أيضا التقلب في رياض أسماء الله الحسنى وصفته العلى ومشاهدة أفعاله وبره سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له أسماء حسنى تدل على أحسن مسمى. هذه الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها حفظها وتعبد لله بمقتضاها. فانظر لاسم الله الغفور الذي يغفر الذنوب ويغفر أن يصدر الذنب. كل منا خطأ، كل بني آدم خطأ، لكن الله عز وجل يسترنا، يسترنا ولا يفضحنا، وإذا فضح الإنسان فليس من مرة واحدة. اعلم أن هذا الذنب له أخوات عنده، ليس من أول مرة. الله عز وجل سبحانه ستير، يحب الستر، غفور سبحانه وتعالى يغفر لعباده إذا أخطأوا. فانظر لستر ربك عز وجل عليك، غفور رحيم، وانظر إلى معالم رحمته في حياتك وفي معالم رحمته وفي من حولك، تجد ربك عز وجل رحمن رحيم سبحانه وتعالى، فيحب الإنسان ربه عز وجل ويزداد له طاعة. وهكذا كل اسم من أسماء الله عز وجل تتعبد لله بمقتضاه، تفكر فيه، يزداد القلب تصديقا وتزداد الجوارح صلاحا وعملا، لأن هناك علاقة بين الباطن وبين الظاهر. الباطن عبادات القلوب، الظاهر عبادات الجوارح. إذا صلح الباطن صلح الظاهر، إذا فسد الباطن فسد الظاهر. إذا زادت في القلب عبادات الحب لله والذل له والخشية سبحانه وتعالى، تجد هذا يظهر على الظاهر، تجد الجوارح تتسابق في عبادة الله وطاعته سبحانه وتعالى. فالإيمان يزيد في القلب، يفيض، يشرق القلب ينير، ثم يفيض على بقية الجوارح، فتجد أهل الإيمان على وجوههم النور،
هذا النور نور الإيمان، نور على نور، نور على نور، يفيض هذا النور من القلب إلى الجوارح فتنير جوارحهم بطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، فينصلح الباطن ومن ثم ينصلح الظاهر. هذا إذا قام العبد بهذه العبادات. ومن هذه الأسباب أيضا الخلوة بالله عز وجل وقت النزول الإلهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ينادي على عباده، يقول: من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له. ينادي على عباده سبحانه وتعالى، فيخلو العبد بربه سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، يقوم يصلي يدعو ربه سبحانه وتعالى، يتذلل بين يديه، وأقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل يكون الله عز وجل قريبا من عبده. ولازم ذلك المغفرة والرحمة والكلام والعناية والنصرة والحماية، لأنه رب رحيم كريم سبحانه وتعالى. ومن أسباب ذلك أيضا تقديم محابه على نوازع النفس، لا سيما عند غلبات الهوى. هذا أمر الله سبحانه، هذا نازع النفس. أي أمرين تقدم؟ نفسك تطالبك بالمعصية، والله عز وجل يحرم عليك هذه المعصية. من محبتك لربك سبحانه وتعالى أنك تقدم محابة على محابة، لا سيما عند غلبات الهوى، فهذا مما يزيد في الإيمان ويزيد في صلاح القلب. فانظر لمن يغض بصره عن الحرام، تجد الإيمان في قلبه مشرقا، يرزقه الله عز وجل بحلاوة يجدها في قلبه. كذلك أيضا طلب العلم النافع، طلب علم الكتاب والسنة، وهم الإنسان من هذا العلم العمل، أن تعمل بما تعلمته، فهذا ينفعك نفعا عظيما. ومن الأسباب أيضا مجالسة أقوام صالحين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. مجالسة الصالحين إن لم تكن مثلهم فإنك تتشبه بهم وتصيب من بركتهم، فقد ورد في الحديث في الملائكة الذين يستمعون الذكر ثم يصعدون إلى ربهم عز وجل، فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيبادر ملك فيقول: يا رب فيهم عبدك فلان خطاء ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول الله: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذن تشمله رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى أسباب كثيرة إن أخذ بها العبد وربى قلبه فإنه ينال منازل القربة، كما قال الحكيم الترمذي رحمه الله: من ربى قلبه نال منازل القربة. قال ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة الإيمان، جنة معرفة الله سبحانه. وقال له سليمان الدهراني: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب، سعادة.
جنة يجدها القلب عندما يكون القلب في أعلى درجات الإيمان بالأخذ بهذه الأسباب. أحدهم يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله وذكره سبحانه. وقال آخر: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ما هم فيه؟ ليسوا بأهل جاه ولا سلطان ولا مال. ما هم فيه؟ إيمان. ما هم فيه؟ تلبس بأسباب زيادة الإيمان. إنها جنة الدنيا، جنة الإيمان. نتواصى بهذه الوصية أننا ننتبه لقلوبنا وصلاحها، وأخذ بأسباب زيادة الإيمان وصبر على ذلك. والصبر ساعة، وبعد الموت جنة أرحم الراحمين. يستريح العبد المؤمن من هذه الدنيا بما فيها إلى رحمات الله، إلى رحمات الله سبحانه وتعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.